دور على اي سلاح او مخدرات. دي جدعانة يا سعادة الباشا، شطروا على عيل صغير. أنا مش عيل، واللي هلمس أبويا هقتله. اوعوا تفتكروا إن احنا هنسكت على الظلم ده. البلد فيها قانون يا باشا. خلي حد تاني يتكلم عن القانون يا سويسي، وأنت كمان لك يوم. صاحبك علي الوكيل كان تاجر مخدرات، قاوم أمر الاعتقال، ضرب نار على الحملة ووقع ظابط وعساكر، وقدامك أهو ميت وسلاحه في إيديه. ما تصدقهمش، دول كدابين. أبويا ما ترفع إيده من غير سلاح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس والله الذي لا إله إلا هو عالم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تجمدي وتشد حيلك امال يا ام عمر، انا عارف ان مصيبتنا في المرحوم ما تتعوضش. انت خسرت جوزك وابو عيالك، وانا خسرت اخويا ودراع اليمين. مهما حصل بينا بسرنا كنا هنتصالح ونرجع حبايب، لكن ربنا اراد كده. هو ربنا يرضى انه يتاخد غدر وسط عياله ومراته بعد ما كان هيتوب؟ خلاص ربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. خلاص يا ما عادش له لازمه الكلام ده، الله يرحمه. وبعدين اوعي تفتكر ان حقه هيضيع ابدا. اللي خلف ما ماتش. فهم امك ان انت واخواتك في عناية طول عمري حتى بعد ما اموت. خلي فلوسك معاك يا معلم، احنا مش هناخد صدقه من حد. ومين قال لك يا ياض ان انا هديكوا صدقه؟ ده حقك وحق اخواتك. الف شكر يا معلم. وبعدين انا ما بقتش صغير، انا هشتغل واصرف على البيت. راجل ياض زي ابوك. صح، لازم تشتغل، وشغلك عندي. من السعادي ابنك راجل من رجالتي وتربيته واجب عليا. معلش يا معلم، اصل انا عايزاه يكمل تعليمه. اللي انا هعلمه له مفيش مدرسه ولا كليه بتعلمه. انا هعلمه يبقى راجل، ما تهزموش الدنيا
زي ابوه عاش راجل ومات راجل. بس يا معلم انت خرفت يا ست انت ولا ايه؟ الله، حد يقول للمعلم سويسي بس، انت بتكرهي مصلحة ابنك؟ خلاص يا شكري سيبها على راحتها، هي حرة. الراجل ما يبصش وراه ابدا، وانت راجل من ظهر الراجل. معلم احمد، كل الشغل؟ كل الشغل يا حاج. اربط يعني ايه؟ ماشي، خلي القوة تستعد. Thank you.
قلقش سعادتك يا فندم، احنا مراقبين كل مداخل ومخارج القاهرة وعلى جثة المخدرات دي تخش. كلام ده تقول المدام في البيت لما تسألك عملت ايه النهاردة يا حبيبي عشان تبقى تجري ورا المعلومات الخايبة اللي جاتلك. قلتلك السويسي بطل مخدرات من زمان واستحالة يغامر بمكانته اللي وصلها في البيزنس، وانت برضو اصريت انك تعمل اللي في دماغك وبرضو ما وصلتش لحاجة. يا فندم المعلومات اللي عندي اكيدة. بقولك ايه يا رشاد، موضوع السويسي ده ما تفتحوش معايا تاني الا لما تجيبولي هنا مكتبي متلبس. اتفضل. حاضر يا فندم. الصورة دي قريبة منه فعلا. للأسف فندم ملوش أي أثر في ملفاتنا. يعني إيه ملوش أي أثر؟ وأنت بتشتغل إيه؟ اسمع، أنا عايز تاريخ حياة الواد ده كله يبقى عندي. عايزه يتحط تحت مراقبة هو والسويسي وعيلته كلها. طب وإذن النيابة يا فندم؟ مش مهم إذن النيابة. المعلومات دي تجيلي خلال 24 ساعة، أنت فاهم؟ تحت أمر سيادتك يا فندم. نجيبها اللي رجع على عمر. اخبار عمليه المدام ايه؟ الحمد لله. مش محتاج حاجه؟ ربنا يبارك لك. بجد ربنا يخليك. السلام عليكم يا رجاله. كل سنه وضحك طيبه يا صلاح. انت طيب يا Dancing, dancing to the rhythm, electro is fine, it can't
moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jen, see them moving to the baseline. Ba da ba 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 أنا شايف إن تعديلات الدستور الأخيرة دي في منتهى الخطورة على استثمار البلد. كان كفاية قوي إنها تتحط في قانون الإرهاب اللي ممكن يتغير، مش في الدستور. أبو قوانين يمكن يعملوا قوانين جديدة، بس تضمن منين يا سيد بيه إن القوانين الجديدة اللي بتتعمل عندنا هتستخدم عشان الصالح العام مش عشان مصالح فلان ولا علان؟ لا أنا مش معاك خالص يا باشا. الحكومة عملت كده عشان تحافظ على البلد ضد التليفون لسيادتك مهم من لندن. لندن هنقصدكم سواري وجاي. الحمد لله على السلامة يا بطل. عندها وقدود يا عمر. نص البضاعة تخزن في المخازن يا ريس والنص التاني نزل السوق. وزمان فلوسك بتتورط دلوقتي. يعني بكرة بالكتير هسلم الأستاذ شوقي في المصنع. البوليس طلع قطر واحد من رجالتهم خارج من السجن من أسبوع. إحنا آخر مرة نشتغل مع الناس دي. السهولة بيفكرني في شبابي بس الكلمة خيبة. أنا ما كنتش شاطر قوي زيك كده. امسك. إيه الفلوس دي يا بابا؟ عايز حاجة صلاح؟ بالصفة رئيس مجلس إدارة الشركة اللي الأخ عمر شغال فيها. من حق أعرف يعني هو مختفي فين بقاله فترة. والله الوحيد اللي يقدر يجاوب على السؤال ده صلاح بيه هو الرئيس. إيه رئيس دي؟ اسمه سيد بيه؟ ولا كده يا صلاح. أنا اللي بعت عمر السعيد يخلص لي حتة أرض، الفلوس اللي معاه دي العمولة بتاعته. استريحت؟ طيب أسيبك بقى تفهم صلاح بيه. من إذن يا ريس. إيه يا ابني مالك؟ الله. إنت حاطط نقرك من نقره ليه؟ مش تكبر بقى يا صلاح. يلا، يلا أحسن خطيبتك تستعواك تقول لك كلمتين مالهمش لازمة. يلا. ملقتش غير البتاعة دي تجيبها لحسن، هو ناقص لعب. وهو ذنبه ايه ياما؟ تسلم ايديك يا عم. انا اللي موكوسه في الواد وابوه. والله انا ما انا عارف ايه اللي بين الولد ده وبين التعليم. والله يا عمر ده مخلي رقبتنا زي السمسمه لدرجه اني بفكر انقله مدرسه تانيه عشان سمعتي. انا مش عارف ايه اللي هيزوقه في التعليم قوي كده. ما خلي قدامك اهو زي الفل. اخرس يا واد، قطع لسانك وانت اوصلك لخالك انت. مؤاخذه يا عمر، امسحها فيا انا دي. انا اللي معرفتش اربي. لا ولا يهمك اخويا. ربنا بيخلص فيك ذنب الدروس الخصوصيه اللي بتسفحها من اهل البلد. سيبك منهم وخليك معايا. انا فين وفين لما بشوفك. ما تخليش كلام الواد حسن يضايقك. وبعدين يعني هو انت سبت التعليم بمزاجك؟ يعني هم اللي اتعلموا اخدوا ايه؟ ما هو اخوك احمد اهو من يوم ما اتخرج وهو قاعد. والله يا اما مش عارف اعمل له ايه. جبت له بدل الشغلانه 10 مش عايز يشتغل. راسه الف سيف انه لازم يسافر عشان يخلص من عيشتنا اللي مش عاجباه دي. خليه على راحته. ولو احتاج اي فلوس انا هبقى اديها. يمكن ده احسن له. ربنا يخليك لينا يا عمر. لا سيبيه ياما. بياخد يديله الفلوس دي عشان الجامعة بتاعته وفاهمين انها فلوس حلال. السويسي بطل تجارة المخدرات من زمان ياما. $6 مليارات وتقودها النمسا. انا مش بصدق ان احنا after pounding the midwest this weekend a powerful storm. هو راضية. اقول لك ابقى روح لهم لما مامتها تكون لوحدها في البيت. تمام. هذا ان اللي قتلني ان الواد احمد ده عمر محس بيا. لكن زي ما يكون غريب عني.
حتى أم أقرب الناس ليا مضطر أضحك عليها عشان أرضيها. أنا مش عارف عايزين نعمل إيه، أرجع أفتح العيادة بتاعتي ولا مكتب المحاسبة؟ بس هم عندهم حق، خايفين عليك. لا خليه منور يا هنا. نفسي أفهم إيه مزاجك في توليع نور الشقة طول الوقت، وبعدين تقول لي فاتورة الكهرباء غالية وندفع فلوس قد كده. إن هي جت على فاتورة الكهرباء؟ أنت هرياني فواتير. ده كفاية إيجار الشقة اللي بدفعهولك كل شهر. بس أعمل إيه بقى؟ معرفش أقولك لأ. فاكر أميرة صاحبتي؟ اتعرفت على مخرج كبير قوي وخدت لي منه ميعاد عشان كاستنج لفيلمه الجديد. أنا عارفة إن الموضوع ده بيضايقك انك مش قادر تصدق اني ممكن ابقى ممثله كويسه، لكن صدقني مش قادره انسى الحلم اللي سبت بلدنا عشانه وجيت مصر. عارف ان انا ممكن اكسر الدنيا واخد جوائز كمان، بس لو يدوني دور واحده بتحب واحد ما بيحبهاش زي ما هي بتحبه، اتجوزها في السر زي ما يكون مستعر منها. ضحك عليها في الاول، ما قالهاش هو بيشتغل ايه، واول ما اطمن لها وحكى لها فكرت تسيبه، بس فجاه اكتشفت انها ما تقدرش تعيش من غيره. اتجوزته بس على امل انه يبطل السكه اللي هو ماشي فيها ويخلف منها عيل واثنين وثلاثه ويعيشوا في الحلال وبالحلال. بس على فكره عمرها ما تعمل حاجه الا بموافقته. دول 80% من الفلوس بس. عارف يا استاذ شوقي اللي ما فهمش في التجاره بتاعتنا يفتكر ان اللي احنا بنعمله اصعب شغلانه، مع ان الشغل التقيل كله هنا عندك انت. فلوس بتجيلك ريحتها وحشه بتخرج انضف من الصين. ازاي؟ معرفش. دي حاجات لا انت ولا الرئيس بتاعنا تقدروا تفهموا فيها. ده شغل اكبر منكم بكتير. الله عليك يا استاذ شوقي. لما الحق عملت ايه في الحبايه اللي اديتها لك؟ عظمة، رجعتنا 20 سنة ورا. شو قلتلك؟ خدتها استحلاب. استحلاب؟ بكرة يبقى عندك بقى فلوس يا أستاذ. السلام عليكم. مع السلامة. من الناس فين؟ اقول ايه لاهل خطيبتي؟ اختي انا مدمنه مخدرات ويا ريتها بتشرب في بيتها من غير ما حد يحس بيها. دي كمان ممسوكه في شقه مشبوهه.
يا اخي ملعون ابوك لابو خطيبتك ده بدل ما تفكر في اختك اللي مرميه في الحجز ويا عالم عامله ايه دلوقتي حضرتك اللي طول عمرك مدلع فيها وياما قلت لك ان الدلع ده هو اللي هيبوظها اتفضل بقى شوف اخر دلعك فيها للاسف يا عمر الانسه دوحه لقوا في شنطتها مخدرات والظابط عمل لها محضر ما يخرش الميه يعني التهمه لبساها انا هعمل اللي اقدر عليه في النيابه لكن في الحقيقه انا مش متفائل بابي انا ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل انا شربت فعلا مع اصحابي بس انا والله العظيم ما كان معايا مخدرات في الشنطه والله العظيم ما كان معايا انا ما اعرفش هما بيقولوا كده ليه الحاجات دي اتحطت لي معلش اللي حصل انا عاوزك بس تشدي حيلك كده لغايه ما اخلص لك الموضوع ده يا ريت يا بابا انا اتبهدلت يا بابا اتبهدلت وحطيني مع ناس شكلها غريب عمالين يضايقوني انا مش عارفه بابا سنطرهم عليا يا بابا انا تعبت يا بابي انا كنت فاكر ان معامله بنات الناس تبقى احسن من كده يا سعاده الباشا احنا كل اللي عندنا اولاد ناس يعني ما عندناش خيار وفقوس يا سيد بيه مساء الخير يا رشاد باشا مساء الخير يا باشا رشاد غانم انا مبسوط قوي اني شفتك اصل بسمع سعادتك كتير سامع خير طبعا متشكرين ربنا يخليك انا مبسوط قوي لاخلاصك لشغلك بس كان نفسي ان الاخلاص ده يبقى مع كل اللي اتمسكوا في القضيه مع بنتي انما بنتي فوز منصور تطلع من القضيه زي الشعره من العجين ده يبقى عيب على شرف المهنه ولا انا بتكلم غلط شوف يا سيد بيه احنا عندنا نيابه بنتك هتقف قدامها وتدافع عن نفسها والله لو النيابه ما صدقتش ممكن بقى تخلي حد من المحامين بتوعك دول يدافع عن بنتك ولا انا بتكلم غلط يا سيد بيه نقلت خضار جايبها من السوق يا باشا نقلت خضار روح امك نزل ايه يا باشا في ايه بس في ايه خضار مش حاجه عن الكيس ده خضار ما اعرفش حاجه يا باشا الكلام ده لو طلع صح هيقلب الدنيا عشان كده جيت اقول لسيادتك قبل الواد ده ما يقول الكلام في النيابه دي هتبقى قضية رأي عام قضية بنت السويس مهما كانت قضية صغيرة مش زي القضية دي أنا عايز أشوف الواد الديلر ده فورا حالا أنا فاهمه يلا أنت عارف بتتهم مين في المخدرات دي يالا؟ عارف يا باشا وعارف إن أنتوا قد أنا بس ومش قد أبو الواد اللي كنت جايب له البضاعة أنا قد هو اللي خلفوه يا رحمك أنت هتكلمه في التليفون دلوقتي وهتقول له إن البضاعة معاك وتتفق معاه على ميعاد التسليم بس لو حسيت إنك بتستهبل هشيلها لك لوحدك أوامرك يا باشا بس إيه اللي يضمن لي سعادتك إن لو عملت كده
ان سعادتك تطلعني شاهد ملك. مفيش ضمان يا رحمك. كلامك مقنع يا باشا، انا واثق في سعادتك. كشفت عن نمره؟ حصل يا باشا، هي نمره هاني جمال سيف النصر يا فندم. فعلا ربنا يسهل يا باشا. الو، ايوه هاني بيه، انا رجب حلومه. كله تمام يا باشا، انا وصلت بالسلامه. هشوف سعادتك امتى يا باشا؟ ما ينفعش، المخدرات طالما دخلت عندي ما ينفعش تخرج من هنا الا باذن من النيابه. انا مش هستنى لغايه يوم السبت، التسليم لو ما تمش النهارده الواد هيشك في الحكايه كلها. اسمع، طلعها على مسؤوليتها الشخصيه وانا هكتب لك تعهد كده، وهرجع لك مع الحرز لحرز فلوس تاني كمان. ايوه انا رشاد، انت مين؟ مش مهم انا مين، اعتبرني فعل خير كان متراقب. انا واحد عنده حاجه عزيز عليك وانت عندك حاجه عزيز عليا. الحرز بتاعك هيوصلك، بس انا كمان يلزمني الحرز اللي عندك بتاع قضيه ضحى السويسي. غيره بمعرفتك زي ما حطيته بمعرفتك. الانسه ضحى هتتعرض بكره على النيابه، اول ما تخرج وابتسامتها على وشها هيوصلك مني تليفون يقولك مكان الحرز بتاعك فين، واكيد مش محتاجه افكرك بلاش وشر عشان مش في مصلحتك. على فكره التليفون اللي بكلمك منه ده مش هيوصلك لاي حاجه، زي العمليه الاولى بالظبط. هتوحشني يا عمر. بعد أن ثبت للنيابة اختلاف طبيعة ومواصفات الحرز المنسوب حيازاته للمتهمة ضحى سيد السويسي، قررنا نحن وإبراهيم السيد وكيل نيابة العجوزة إخلاء سبيل المتهمة من سرايا النيابة بضمان محل إقامتها. الو،
مالك يا ريس؟ انا كنت فاكرك هتبقى مبسوط بعد اللي حصل. مبسوط؟ يا ريت يا عمر. بص ازاي يا ابني بعد ما اتدبحت؟ اتدبحت؟ بعد الشر عليك يا ريس، ما احنا زي الفل اهو. ها؟ امال الظابط ده يعمل ايه؟ عارف يا عمر، شغلتنا دي زي ما يكون فيها لعنه زي لعنه الفراعنه، ومع ذلك ما تقدرش تسيبها، وبتبقى مسلم بنهايتك ونصيبك مهما حصل. انا بقى مصيبتي جت في ضنايا، في بنتي. مهما عملت انا ولا انت في الضابط ولا في غيره، خلاص يا ابني انا اتلطيت واللي كان كان. قوم بينا يا ابني عشان انا اتخنقت. لما السويسي بكل العز اللي هو عايش فيه يقول كده، امال انت تقول ايه؟ دي زي ما تكون رساله بعتها لك ربنا عشان تفوق وتبطل لحد كده. اوام عملتيها رساله من ربنا؟ الراجل بنته اتدبح اتفضفض معاه بكلمتين، ملوش غير يا هند. طب والظابط اللي عمره ما هيفوت اللي انت عملته؟ هيعمل ايه بعدين لو كان يقدر يعمل حاجه كان عملها. انا عامل حساب كل حاجه. عمر ايه بحسك وانت معايا زي ما تكون مقسوم نصين؟ صدق كلامي بس مش راضي تعترف بيه. صدقني يا عمر ما كانش لازم تعمل مشاكل مع البوليس. كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ ابيعه؟ ابيع الراجل اللي حمكتاه في مناخيره؟ انا الراجل بيعملني احسن من ابنه. عمر لحد امتى هتفضل رابط نفسك بالراجل ده؟ مش كفايه الفلوس اللي عملتها لحد كده؟ ما تيجي يا اخي نعيش حياه طبيعيه، نستقر، نخلف لنا عيل يملى علينا الدنيا. انت عارفه غلطه على الوكيل ايه؟ انه خلف. عايزين اخلف عيل يشوفني يوم برمي في السجن ولا بتقتل قدامه غدر؟ ليه ربنا ما يكرمكش وتخلف عيل احسن منا؟ بص يا هنا، البلد اللي احنا عايشين فيها دي، ابن الدكتور بيطلع دكتور، وابن المهندس بيطلع مهندس، وابن اللواء بيطلع لواء، وابن تاجر المخدرات بيطلع تاجر مخدرات. انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انسي موضوع الخلفه خالص يعني. يا ريس انا مش عارف انتوا مكبرين الموضوع قوي على ايه. هم كلهم 300 الف لا راحوا ولا جم، وانا ما بنكرهمش وهرجعهم، بس انت عارف يا ريس ان السوق نايم اليومين دول والبوليس مزنقها علينا قوي. اقول لك ايه يا رضا حبيبي، انا ماليش دعوه السوق نايم ولا صاحي، ولكن يعني قدامك يومين تجيب الفلوس تاخد ابنك يا تنسى. حبيبي انت كويس؟ ماشي ابوس ايدك يا باشا، خرج ابني بره الموضوع ده. انا كل اللي انا عايزه يومين وهدبر لك المبلغ. ابوس
بقول لك يا ريس، احنا عمرنا ما دخلنا العيال والنسوان معانا في شغلنا. خلي الواد يروح مع ابوه، وانا في خلال يومين لما جبتلكش الفلوس من الواد رضا هجيب لك راب. خد ابنك وروح يا رضا. مش عارف يا عمر اودي جميلك لفين. حد قال لك قبل كده يا رضا ان انت عبيط وهبل؟ عبيط لانك فاكر نفسك تقدر تضحك على السويسي، وهبل لانك مش مقدر لمتك وسط عيالك. هما يومين يا رضا تقب تختص تجيب فيهم الفلوس، تبيع بقى عفش بيتك هدومك تتصرف. ترقبتك هتطير النهارده لولا حازم نجدك. المره الجايه مش هعرف اعمل لك حاجه. يا عم حازم خلاص الدور خلص، احنا كنا بنلعب لعبه مع بابا. لما سعادتك عايزنا اشتغل مرشد، ايه لازمة ابن اختي تاخد في الرجلين؟ مش لازم يبقى في سبب عشان تيجي هنا؟ ولا انت عايز السويس يخلص عليك؟ وسعادتك بتتعامل زي ما اكون خلاص وافقت على طلبك. ليه؟ انت لو ما وافقتش عشاني هتوافق عشان حسن؟ حسن لو كان غلط هياخد جزاته بالقانون. شوف يا عمر، انا بديك فرصة عمرك عشان تنجيك من المفرمه اللي حطك فيها السويسي. سيد بيه السويسي راجل محترم مش مجرم عشان اشتغل عليه مرشد. بعدين انت عايزني احط ايدي في ايده اللي قتل ابويا؟ ها جرايله، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ وانا بتحايل عليك؟ انا بديك فرصه قبل ما ارميك في السجن، ومش انت بس، انت واخواتك وعيلتك كلها. ما تدخلش عيلتي في اللعبه دي يا باشا. وبعدين تعالى نسيبنا من الكلام الكتير ده ونخلينا في موضوع الواد حسن. ماشي يا عم عمر، حسن هيخرج معاك قبل ما يترد على النيابة الصبح، مش عشان هو بريء، عشان أنا عايز أطلعه. واعتبر ده عربون مودة بيني وبينك، عشان تفكر في الكلام اللي قلته لك كويس قوي بدل ما أحطك في دماغي. هتحطني في دماغك أكتر من كده يا باشا؟ لسه شفت حاجة ياما في الجراب يا حاوي. كل حاوي واللي جرابه يا باشا. غبي، انت فاكر المرجله بشرب المخدرات؟ يلا مش مقدر النعمه اللي انت فيها. والنعمه يا خالد كانت اول مره. سبحان الله، انا مش فاهم انت بتضربه ليه. المفروض تفرح انه بينفعك انت وسيده. سكت ابنك يا عم، انا مش ناقصه. انت عارف انت بتضربه ليه؟ عشان خايف تروح في الرجلين بسببه. بس اطمن، ده هيحصل قريب قوي، عشان كامه تدين وتدان. انت ليه فاكر نفسك احسن مني؟ انت مش احسن مني. انت عشان حافظ لك كلمتين مريحينك. انت عارف الفرق اللي بيني وبينك ايه يا استاذ احمد؟ ان انت اخترت كل حاجه وانا ما قدرتش اختار اي حاجه. يا اخي انت لو فاهم مش هتقف توعظني. احمد عمر، ما يصحش كده. تعال يا عمر، سيبك منه. وبعدين في ابنك ده يا ام؟ والله يا ابني ما انا عارفه اعمل ايه معاه. ربنا يهديك ويهديه. هو الواد احمد ابنك ده ما يجيش الا في الهيفا ويتصدر. المهم دلوقتي هعمل ايه في الواد الموكوس ابن الموكوس ابني ده؟ تبقى قطك. وعلى الله اشوفك خارج منها لما تخلص ساعه المذاكره بتاعتك يا حسن. انت فاهم؟ فاهم حسن. انا جبتك هنا عشان تتعدل، عايزك تسترجل وما تقصرش رقبتي. انا هخلي رقبتك قد السمسمه يا خال. شفت هزارك مع خالك في الصاله؟ تعالى. انت مش راجع ولا ايه؟ ايه الشنطه دي؟ تعالى. هي دي جزات الجدعانة؟ عايد لي هنا ومصدر لي عيالك للسويسي؟ فكرهم مش هيتقزوا؟ ها؟ أبوس إيدك، بلاش فضايح قدام الزباين. تعال نتكلم في المكتب. دول 70% من المبلغ. ده كل اللي قدرت أدبره في اليومين دول. كل اللي أنا محتاجه كام يوم كمان عشان أدبر بقية المبلغ.
يا ريت تتوسط لي عند السويسي يصبر عليا اليومين دول. حياة ابني يا عمر، انا ما كنت بلعب ولا كنت ناوي اهرب. لو كنت ناوي اهرب ما كنتش هتلاقيني هنا. انا لما شفت ابنه صايب عليا قلت اشيل عنه بقيه الفلوس. السويسي ما كانش هيرحمه. عايز نبطل كلام عن خلفه، بطل كلام عن السويسي. طب انا اعرف امسك نفسي وما اجيب سيره السويسي؟ بذمتك تعرف انت تمسكي نفسك وما تجيبي سيره العيال؟ خش جوه. ايه يا باشا، معاك اذن تفتيش شقه؟ جرايه يا عمر، انت ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ الدستور اتغير خلاص. وبيني وبينك كده كانت لنا شكاوي كتير من السكان ان في اعمال منافيه للاداب بتتم في الشقه هنا. طبعا ما يصحش نسكت على كده ولا ايه؟ هو سعادتك اتنقلت الاداب؟ وانا ما قلتلكش، ما هي قضايا الاداب ملتصقه جدا بقضايا المخدرات، اتنين في واحد يعني. طيب بالنسبه للمخدرات، سعادتك مش هتلاقي هنا اي مخدرات الا لو انت جايب حاجه تحطها لي. اما بالنسبه للاعمال المنافيه للاداب فالست دي مراتي. والله ألف ألف مبروك يا عمر جدع. بالنسبة للأساتذة هيفتشوا ولا نكمل عشاء؟ أنا على لحم بطني الصبح. جميل، وأنت هتيجي معايا عشان نتعشى مع بعض بقى. تهمة إيه؟ يا عمر يا أخي أنت بتدق في حاجات تافهة أوي. التهمة دي بعدين بقى نشوف لها صرفة، مش قضية يعني. مش أنا قلت لك إن إحنا هنتقابل كتير الفترة اللي جاية؟ عارف انك صعبان عليا قوي يا عمر. ما صعبش عليك غير يا باشا. لا بجد، انا لما عرفت حكايتك وعرفت ان البوليس قتل ابوك وان السويسي خدك ورباك ودخلك سكه الاجرام غصب عنك، صعبت عليا. قلت اعمل ايه للشاب ده عشان اعوضه عن ابوه اللي احنا قتلناه وعن مستقبله اللي ضاع بسببنا. تعال معايا يا عمر، تعال. السلام عليكم يا عم امبابي. سلام قولا من رب الرحيم. في ايه يا باشا؟ ما انا امبارح قلت لك على كل اللي اعرفه. والله ما اعرف غير اللي قلته يا باشا. ما تخافش يا عم امبابي، انا مصدقك. انا هجيب لك معايا واحد ابن حبيبك. اقعد يا عمر، اقعد. ده عمر يا عم امبابي. عمر ابن علي الوكيل. الله يرحم والدك، الله يرحمه. ابوك يا ابني كان زينة الرجال، كان اسد. مات وهو واقف على رجليه. مش قوي كده، هو مات في الجبهة يعني. انا عايزك تقول له بقى ابوه اتقتل ازاي ومين اللي قتله. ما خلاص يا باشا، ده زمن عدى وراح لحاله، ليه بس هنقلب فيه؟ استر ما ستر الله. انت عارف عمر بيشتغل مع مين يا عم امبابي؟ بيشتغل مع السويسي، وفاكر ان الحكومة هي اللي قتلت ابوه. سبحان الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا دي غريبة يا ابني. بس سلم رقبتك للي قتل ابوك الله يرحمه. انت بتقول يا عم الحاج؟ قتله ازاي؟ ده كلام بقى عدى عليه عمر يا ابني. احنا كنا لسه صغيرين وفاهمين الدنيا غلط. كلنا كنا طالعين مع السويسي، بدينا معاه انا وابوك وواحد تاني اسمه شكري، معرفش راح فين دلوقتي. ابوك الله يرحمه كان شايل شغل السويسي كله على راسه. ما
مش هقول لك الشيطان دخل ما بينهم، هو الشيطان ما فارقهمش اصلا. كان حاسس ان اللي بياخده من السويسي قليل عليه، وهو ما كانش عاوز يكمل في سكه المخدرات دي، كان عاوز يامن مستقبل ولاده بضربه ولا ضربتين ويخلع. كان عايز يعلمكم احسن تعليم ويفتخر بيكم. السويسي ما كانش بيرحم، زق عليه واحد من رجالته. ما تاخذنيش يا رشاد بيه، يعني ضابط فاسد العقيس زكي الموجي. العقيس زكي الموجي هو اللي قتل ابوك، والسويسي كان واقف بره البلد مستني البشاره. لما زكي الموجي قتل ابوك، السويسي جه جري عشان يشوف ابوك وهو مقتول. وبعد سنه ولا اتنين حضره الضابط ساوم السويسي على فلوس. السويسي قتله واندفن السر معاه. الكلام ده كان سنه كام يا عم امبابي؟ 8/11/88. بس قتل الضابط ما عداش بالسهل. اتظبطت قضيه قتل وشلتها انا دفاع عن النفس. انا اصلي ما كنتش جامد زي ابوك، اشتريت روحي علشان ما تقتلش. والسويسي فكر انه فلت وعدى، لكن اطمن يا ابني، عمره ما هيفلت من اللي خلق الخلق. الموبايل ده هو وسيله الاتصال الوحيده اللي هتبقى بيني وبينك. ما تحاولش تجيلي المديريه باي شكل من الاشكال. السويسي له عيون عندنا، وطبعا اول ما يشوفك هيسالك ايه اللي حصل. قول اني قبضت عليك واني حاولت اجندك، وانت قلت انك هتفكر. دلوقتي بركز معاك كويس قوي عشان تعرف انا عايز منك ايه بالظبط. بس هو ده اللي حصل. طب لما هو عايزك تشتغل مرشد وانت رفضت، ايه اللي خلاه ياخدك سجن الطرق؟ وانا لما رفضت خدني عشان يواجهني بالواد اللي بلغه عن العمليه الاخيره. واد كده اسمه حباطه من هنا، بس ما خدش معايا الحق ولا باطل. صدق كنت حاط ايدي على قلبي لحسن ما تقولش لابوك على اللي حصل، بس طلعت واد ابن ابوك صحيح. بالاذن يا ريس. ايه ده، رايح فين؟ في فلوس متاخره عايز اوديها للاستاذ شوقي. طب بس ما تغيبش عليا عشان بتوحشني. الو. الحمد لله على السلامه يا عمر. واضح ان السويسي بشكش في حاجه، والا ما كنتش رديت عليا وكان زمانك مقتول دلوقتي. وكويس انك روحت البيت وما بقتش عند هنا بعد ما قابلت السويسي، لانها كانت هتعطلك بغيها، واحنا مش فاضيين ورانا حاجات اهم. يا عمر بتبص على العربيات ليه؟ مش جايز اكون في عماره من اللي حواليك. انا مش عايزك تشغل بالك انا فين. المهم دلوقتي انك تركز في اللي اتفقنا عليه عشان تقدر تنفذه. انا استجدعت معاك يا عمر، ومستنيك تستجدع معايا. اظن كلامي مفهوم. تصبح على خير. تعرفي حد من اصحاب ابويا الله يرحمه اسمه مبابي؟ ايوه يا ابني، ده كان من اعز اصحابه. انما ايه اللي فكرك بيه؟ لا، اصل كان طالب مساعده من السويسي، راجل كبر وبقى عيان. وطبعا السويسي طلع راجل ندل، مرضيش يساعده. لا يا ام، راجل محدش بيقصده في حاجه لما يطلع جدع معاه. ايه اللي فكركوا بالمرحوم دلوقتي؟ ده احنا اتذلينا عبال ما صرفنا المعاش بتاعه. منهم لله بقى اللي قتلوه، ربنا ينتقم منهم. ربنا ينتقم منهم ان شاء الله.
انا بس كل اللي مطلوب مني يا فندم ان انا املى بيانات عشان بنعمل كتاب تذكاري عن شهداء الشرطه اللي ضحوا بروحهم من اجل الوطن. هي ايه البيانات المطلوبه بالظبط؟ يعني الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاه، قصدي الاستشهاد. طيب الاسم حسين زكي محمود الموجي. العقيس زكي الموجي هو اللي قتل ابوه. اتولد 10/55 واتقتل غدر 8/11/88. تمانية 11/88. ويا ريتهم اعدموا اللي قتلوا، لا سجنوه. قال ايه بيدافع عن نفسه؟ على عندك صورة للشهيد؟ ايوه اهي، ثانية اشوف لك لو عندي نسخة منها. السويسي ده راجل مفتري، اذا كان قتل ابوك اللي هو عشرة عمره امال معاك هيعمل ايه؟ معرفش هيعمل معايا، بس انا مش هسكت. واخر مره تتكلم معايا في الموضوع ده مساحة المنظمة توزع، مش بتلاقي النائب العام والمدعي الاشتراكي و 600 ألف جاي بيحققوا معايا، أنا مش هروح أمشي فضل لحضرتك، أنا معرفش أي حاجة عن الفلوس دي، أقول إيه للناس؟ أقول إيه لأهل خطيبتي؟ أنت ما تقولش حاجة لحد،
انت لازم تتدارب لحد ما اقدر اطلعك بره البلد والحكايه دي تهدى خالص، فاهم؟ وبعدين يا صلاح يا ابني اطمن اطمن، ما حدش يقدر يقرب لك طول ما انا عايش. شكري ناصر، ودوا صلاح العين السخنه بسرعه بسرعه يلا. وانت يا صلاح يا ابني اقفل تليفونك خالص، ما تكلمش حد ولا ترد على حد ولا تعرف حد مكانك، اختفي خالص لغايه ما اشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. اتحركوا اتحركوا. قلبي عندك صلاح بيه. كنت فين يا عمر من الصبح؟ معلش يا ريس، راحت عليا نوم، صحيت لقيت المصيبه دي حصل. تفتكر مين اللي عمل فينا المغرز ده؟ هو مفيش غيره، الظابط اللي اسمه رشاد غانم ده بيحفر ورانا بشكل يا ريس. بس انا مش عايزك تقلق، الورق المنشور ما يقومش قضيه تضرك. الضرر مش قاضي ومحاكم، الورق ده قطع وسطي، رجعني لورا 20 سنة، قضى على سيد بالسويسي رجل التجاره والصناعه والبزنس. ولا يهمك يا ريس، انت اداه وقدود. انت ما شفتش الواد الظابط ده ساعه ما شفته اخر مره؟ لا يا ريس. بعدين ازاي هشوفه مش هقول لسعادتك؟ ده انت ابوي. عربيه جميله يا اخي. جامده بس 1600. عايز 2000 سي سي. خش جوه يا حسن. الورق ده كان المفروض يعدي عليها الاول قبل ما يروح للصحافه، دي اصول اللعبه يا عمر. صحافه ايه يا باشا؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، تصدق ان انا عمري ما عرفت صحف في حياتي والله. ماشي يا عم بريء هصدقك، بس يا ريت تنجز بقى وتقولي فين مكان المخدرات. هقول لك بس في الميعاد الصح. السويسي متوتر وموتر الدنيا كلها. نبي تسيب حكايه الميعاد الصح دي عليا، انا هعرف اتصرف فيها كويس، وياريت تنفذ اللي اتفقنا عليه. اما قسما عظما صوتك الحلو ده هيروح للسويسي ودلوقتي حالا. بس ياريت تنجز بقى وتقولي فين مكان المخدرات. هقول لك بس في الميعاد الصح. السويسي متوتر وموتر الدنيا كلها. هقول لك يا باشا. امير ازيك يا عمر؟ خير؟ في حاجه؟ انا كنت عايزك تروح تقعد يومين مع حسن عشان عندي شغل بره القاهره. حاضر يا اخويا حاضر. اروح امتى؟ النهارده لو عرفت. تحت امرك يا اخويا. ماشي يا امير، مع السلامه. امك بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي، خدوا بالكم من نفسكم يا امير. مع السلامه يا عمر. سلام يا حبيبتي.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك تبقي جدة هنا؟ ايوه يا ابني. خير في حاجة؟ لا مفيش، اصل انا زميلها في مصر وكنت جاي اتقدم لها على سنة الله ورسوله. ايه؟ اصلها بنت جدعة وزي القمر وبمية راجل، ولو استنيت اكتر من دقيقة على الباب ده همشي. البوليس ملقاش بضاعة في المكان، البضاعة اتاخدت من المكان قبل البوليس ما يجبس، رجالتنا كلها ضاعت في العملية، الوحيد اللي اختفى سليمان الفيومي من امبارح ملوش أثر. عمر فين؟ عمر فين؟ أنا عمال أكلمه على الموبايل ما بيردش، موبايله مقفول. يعني إيه؟ إزاي سيبنا في وقت زي ده؟ شوفهولي راح في أنهي داهية، ما هو الوحيد اللي يعرف مكان سليمان. وبالك منظرت بيه في خروجه، ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ اللي حصل انك هترجع البلد تاني، ما انت مش وش عز يا فقري يا ابن الفقري. بدل ما كنت تسرقه يا حرامي يا ابن الحرامي، كنت قلت له يا خال انا نفسي في موبايل زي بتاعك، كان هيجيبهولك ده اللي فيه مش ليه. بس خبت الناس السبت والحد، وانا خبتي مش على حد. ايوه يا مساء الخير، ازيك يا امير؟ اهلا وسهلا يا سي شكري، اتفضل. ايه اللي حصل؟ في خناقه ولا ايه؟ صوتك عالي قوي جايب لاخر الدنيا. حكايه كده بس، انت مش غريب، الواد حسن سرق موبايل خاله، عشان كده ما بيردش على الموبايل. لا ده موبايل جديد غير القديم بتاع خاله. هو عمر عنده موبايلين؟ وريني يا حبيبي الموبايل ده. اتفضل يا باشا. انت فين يا عمر؟ قلت لك 100 مره ما تقفلش الموبايل ده. الو الو مين اللي كان بيتصل يا سي شكري؟ ايوه يا ريس. لا لا ما لقيناهوش في بيت المنيا. ماشي يا ريس، سلام. انت ولا مستغنى عن عمرك؟ في حد يستغنى عن عمر برضو يا باشا؟ بس انا كنت متاكد ان انت مش هتودي التسجيل للسويسي، فاش تحرقني. انت عايزه هو مش عايزني انا. ايه ده يا باشا؟ في ظرف يومين لو ما سلمتكش رقبه السويسي او المخدرات اعمل فيه اللي انت عايزه. خلاص بقى هنا كل حاجه هتبقى تمام. البضاعه بكره هتتباع وهستلم فلوسها ونسافر كلنا ونسيب لهم البلد. مش ده اللي انت كنت بتحلمي بيه؟ والسويسي يا عمر هيوقف يتفرج؟ هيعمل ايه يعني؟ هيقتل العيله بحالها؟ ده يوم ما قتل ابوها الدرع ورا ظابط فاسد. فاكره هنا لما قلت لك ان في ناس بتتولد في الدنيا دي ليها حق تختار طريقها وناس تانيه لا؟ قلت لي ساعتها ان اي حد يقدر يغير حياته، وديني بغيرها. الو شكري.
لما انت رايح تتجوز كنت قول لي، على الاقل كنت روحت معاك اشرفك قدامنا سايبك. انا لولا ان لقيتك زعلان مني كنت قلت لك. انا اصلي مستعجب ان اسيب سيادتك في الظروف اللي انت فيها دي واتجوز. بس هتعمل ايه بقى في دماغ النسوان؟ حلفت ميت يمين لو ما تقدمتلهاش لتتجوز واحد تاني. سافرت لها البلد وطلبت ايديها من ستها. برضو كان لازم تقولي، ما فيش ابن يتجوز من غير علم ابوه. عموما مرحوقه في الفرح الكبير. ربنا يخليك لينا يا ريس، طول عمر قلبك كبير. انا عايزك بقى تطلع موضوع الواد سليمان اللي خلع بالبضاعه ده من دماغك خالص، يعني اديني يومين ثلاثه بالكتير وهجيبه لك يا ريس. سيبك انت من سليمان، يولع بالبضاعه اللي خدها ولا تلزمني. انا عاوزك تخلصني من اللي ورا سليمان. الواد الضابط اللي اسمه رشاد ده جاب لي صداع، مفيش مسكن نافع معاه. ايه رايك يا عمر؟ انا بفكر اخلص عليه. اللي تشوفه يا ريس، ولو ان قتله هيفتح علينا باب جهنم مع الداخليه. يا سلام، ليه؟ هو شغال علينا احنا بس؟ ما البلد مليانه تجار مخدرات، احنا نقتله ونلزقها في حد غيرنا. عاوزك انت اللي تقتله يا عمر. بس الدم ليه ناس يا ريس، انا عمري ما قتلت. انا شايف يا ريس هو مين فينا بيشوف ياض؟ انت سيبت نفسك ولا ايه؟ قلبك ضعف يا عمر، ايش حلو ما كنتش معلمك ضرب النار من زمان؟ تحب افكرك وماله؟ افكرك هتقولنا ان شاء الله نضرب عليه. شك الدبوس. كان لازم يموت، اصله خاين. الخيانة وحشة قوي يا عمر. كلهم قالوا لي انك بتخوني، قلت لهم استحالة، عمر ما يخونش يا ابوه ابدا. ده انا لو اديته المسدس في ايده وقلت له اقتلني مش هيرضى. ايه بتفكر؟ ما تجرب. انا لو عاوز اموت احب قوي اموت على ايدك. حقك عليا يا ابني، الشيطان خلانا طوحه، بس برضو قالوا لي ان انت هترفض اوامري ومش هترضى تقتل الضابط. قلت لهم مش ممكن، عمر ما يكسرش كلام ابوه ابدا. ما هو لو عمل كده يبقى مش ابني ولا اعرفه، وساعتها بقى مش هقتله. لا، ده انا هقتل امه واخواته وجوازهم وعيالهم واللي تشددهم. في شقة اتأجرت قدام النادي اللي بيروح الضابط، يومين واشوف صورته في اخبار الحوادث.
كانش لازم تدي عمر الأمان. أنا قلت لك ده خاين، كان لازم تقتله. مين قال لك ان انا عايز حمايتك؟ انا لو هموت انت اخر واحد في الدنيا ممكن الجا له. يا غبي، السويسي لو جه هنا هيخلص عليك يا احمد. انت والسويسي بتاعك ده ما تفرقوش عن بعض في نظري. انا خلاص هسيب المكان الفاسد ده كله واسافر برك. هسفرك هسفرك، بس تعالى معايا، مفيش وقت للكلام ده. تعالى، مالكش دعوه بيا، انا بريء منك يا اخي. كان عمر فهمنا فيه ايه؟ على الاقل كنت خدت اجازه من المدرسه. اسكت دلوقتي يا حافظ. احمد ما جاش معاك ليه يا عمر؟ مفيش وقت يا اما، هبقى ارجع اجيبه بكره. طب مش يا ابني تقول لنا انت مودينا على فين؟ وديكوا في حته امان يومين بس على ما ادبر حالي وارجع اخدكم ونسافر كلنا بره. الاخر كده انا ما اقدرش اضمن لك حاجه دلوقتي. لازم اتاكد الاول انك هتحط ايدك في ايدي عشان نوقع السويسي. ساعتها هعتبرك شاهد ملك وهامن لك اهلك. صحيح يا عمر، هما فين؟ لما تعرف مين حواليك منفذ على السويسي هقول لك يا باشا. تليفونك. الو. كفاية كده يا عمر اخويا، امبارح ابوك والنهاردة انا وبكرة انت، مش كفاية لغاية كده ونعيش زي بقية الناس ما هي عايشة؟ مين يكره يا احمد؟ بس خلاص انا ما عدتش اقدر ارجع عن الطريق اللي مشيت فيه. لو سبته وعنين ابوك وهي بتبصلي قبل ما يموت مش هتسيبني. السويسي عارف ان كل اسراره عندي، مش هيسيبني. رشاد غانم بعد ما بقيت الايد اللي بيضرب بيها السويسي عمره ما هيسيبني. انا من يوم ما اتولدت يا احمد عمري ما اخترت حاجه. عايز اقول لك حاجه، امك كانت دايما تقول لي ادعي لاخوك ربنا يهديه. كنت اتخانق معاها واقول لها لا مش هدعي له، ربنا ياخده. عارف كنت بدعي لك في سري. بس تقول ايه بقى؟ الله يسامح ابوك. ابوك ما كانش راجل وحش يا احمد، الله يرحمه. ابوك كان راجل جدع وبيحبنا. انا عارف انه غلط لانه اختار انه يمشي في السكه دي من الاول، ولما قرر يتوب السويسي ما ادالوش فرصه. بس ورحمه ابوك انا ما هدي فرصه للسويسي يعمل فينا زي ما عمل فعل الوكيل. اديك شفت السويسي عمل ايه في اخوك، ولو استنينا عشان نوقعه في قضيه مخدرات الحكايه دي ممكن تاخد شهور، ويا عالم بقى ممكن يعمل ايه تاني. انا ممكن اوجه له تهمه الشروع في قتل اخوك والتامر لقتل ضابط شرطه، بس لازم تسلمني ابنه صلاح. ساعتها هقدر اساومه، هجيبه على ارضي واتعامل معاه. سلمني صلاح يا عمر، وخد بالك انت من اهلك، وسيب الباقي عليا انا. خليك انت هنا. ايوه صلاح. ايه
ايه ضرب النار اللي عندك ده؟ صلاح رد عليها صلاح. ما قولك فيما هو منسوب إليك من الضابط رشاد غانم بأنك قتلت المجني عليه صلاح سيد السويسي انتقاما لقيام والده بالشوف في قتل أخوك أحمد الوكيل؟ أنا عايز أشوف رشاد باشا. اهدى كده عشان تعرف تسمعني كويس. أنا مش نادل عشان أوديك لحبل المشنقة، بس لو طلعت من هنا على النيابة الصبح واعترفت على السويسي هطلعك من القضية دي خالص، هعتبره قتل خطأ وهعرف أتصرف. شفت يا استاذ عمر، امبارح كان قدامك اختيار واحد، النهارده قدامك اختيارين، حبل مشنقه ليك وحبل مشنقه للسويسي، تختار ايه؟ ها؟ صدق انك صعبان عليا قوي، عشان لا تضيع نفسك عشانهم دول هيبعوك زي ما بعوك قبل كده وقتل اخوك من 3 سنين. انا اخويا مات موتة ربنا يا باشا وكل الناس عارفه كده. طب ايه رايك ان هجيب لك اللي قتل اخوك دلوقتي ويقول لك خد كام ومن مين؟ دخل جنيدي يا عسكري. مش حسيبوني في الهم اللي انا فيه ده يا باشا، ما انا قلت سعادتك كل اللي اعرفه امبارح. عارف ده مين يا عم جنيدي؟ عم بابي بابي مين يا اخين؟ دي اصول عبد الحميد، انت تعرفه منين؟ كلنا كنا طالعين مع السويسي، ابتدينا معاه انا وابوك وواحد تاني اسمه شكري، ما اعرفش راح فين دلوقتي. اتحرك يا اخينا اتحرك، لا مؤاخذة يا باشا، عايز اخش الحمام. ماشي. الدنيا دي غريبة يا ابني، بقى سلم رقبتك اللي قتل ابوك الله يرحمه. ساعة ما شاف الصول عبد الحميد يا فندم وهو مش طبيعي، قاعد ينادي يا عم مبابي يا عم مبابي، ولما قلت له دي ما اسمهوش مبابي حسيت كده يا فندم زي ما تكون روحه طلعت. بس والله يا سيادتك ما كنتش عارف انه هيهرب. واد غبي، ليه افتكر انت ضحكت عليه في كل الكلام اللي قلته له؟ لازم الحقه بالسويسي ما يلاقيه ويخلص عليه. مش عارف اشكرك ازاي على وقفتك معايا. عيب يا عمر ما تقولش الكلام ده، انا مديون لك بحياتي، بس انا دلوقتي لازم افكرك بكلامك. انت مش عبيط ولا هبل عشان تفكر انك هتهرب من السويسي، هيجيبك
سويسي فاكر ان انا قتلت ابنه، مهما عملت مش هيصدقني. انا هستنى اول ما سليمان يخلص البيعه واخد فلوسها وهرب اهلي في اي حته. ربنا يوفقك في البيعه دي، تطلع منها برشين حلوين. حقك محفوظ يا رضا. عيب يا صاحبي ما تقولش الكلام ده، انا فديك برقبتي، انا مش ممكن انسى وقفتك معايا. انا مش عاوزه لوحده، انا عاوزه هو وعيلته كلها. تخليك معاه، اول ما يتلم على عيلته تبلغني، فاهم ولا لا؟ طب وعيلته ذنبها ايه يا باشا؟ الواد بيحبك وطلع انه متورط في الليله دي. انت مال اهلك يالا؟ الواد ده لو هرب رقبتك هطير فيها. طب يا باشا ما تشوف لي فلوس كاش بدل الشيك اللي هياخد وقت في صرفه. اللي تؤمر بيه يا باشا. اديني هصلح الغلطه اللي غلطتها زمان. وانا لو كنت قطعت سلسال علي الوكيل النجس من على وش الدنيا ما كانش كل ده حصل. كفايه لحد كده يا رضا عشان السويسي ما يأذكش. انا مش هسيبك يا عمر غير لما اطمن عليك. انا ما اقدرش خاطر بيكي وباهلي. انا السويسي عمر ما هسيبكوا في حالكوا الا لو وقع في ايدين البوليس، وانا الوحيد اللي اقدر اوقعه. مش عارف بقى هيخلوني شاهد ملك ساعتها ولا هيدوني كام سنه، بس كل اللي انا متاكد منه ان السويس لما يتقبض عليه انتوا هتبقوا في امان. واعمل ايه بالامان لو انت مش معايا؟ ما انا اللي مطمني يا بنت ان هيبقى معاك فلوس كتير، يعني طمني عليك لحد ما اشوف هيحصل لي ايه. تفتكري انا ربنا يسامحني؟ صعبة. استغفر الله، ربنا غفور رحيم. ونعم بالله. تلاقيش يا بت، ان شاء الله كله هيبقى تمام، هنعيش حياة جديدة على نظافة ونتلم كلنا سوا. مش ده اللي انت كنت بتحلمي بيه؟ انا هنزل اعمل شاي لرضا عشان سايبه بقالي كتير. بقيته فين؟ السويسي باشا جاي بنفسه يشرف. اول ما تقرب اديني رنه نور لك نور العربيه عشان تعرف مكاني. سلام.
لما قتلت الصلاح. والله وكبرت يا عمر، مش قلت لك سيرك تضطر تقتل عشان تعيش؟
غلطة عمري إن أمنت لك يا عمر. كان لازم أعرف إن الخيانة بتجري في دمك زي أبوك بالظبط، وإنك لازم تعمل زيه وتحط الإيد اللي اتمدد لك. قتلت أبويا ليه يا سويسي؟ ما سبتوش ليه يتوب ويرجع لعياله؟ قتلته غدري ليه؟ ليه خدتني وكبرتني ودم أبويا بيجري في إيديك؟ ليه يا سويسي؟ ده أنا معرفتش أبويا، ده معرفتك. أنا حبيتك، سبتنيش في حالي ليه؟ تفتكر لو كنت عرفت الحقيقة كنت هستريح؟ طب أديك عرفتها، استريحت يا عمر؟ بيتهيالك مفيش حد في الدنيا دي كلها يعرف الحقيقة. إذا كان في حقيقة أساساً. ما بنختلفش عن الملايكة في شيء، والله الله يسامحها الدنيا بتغير، وتري البراءة عمرها قصير. في ناس بتتقاس في طريقها، وناس السكينة بتسرقها، وناس مضطرة تمشي في أي طريق. ذنب ناس تانيين، أيام ضربتها قضية وكأن الدنيا فاضية، وخلاص ما بقاش في حاجة اسمها بني أدمين. في ناس بتتداس في طريقها، وناس السكينة بتسرقها، وناس مضطرة تمشي في أي طريق. الحياة دي ما اتولدش بريء،
ما بنختلفش عن الملايكة في شيء. والله الله يسامحها الدنيا بتغير وتاري البراءة عمرها قصير.